والحمد لله بعدا كاين من تفتحات الجمعه وحنا فرحانين وان الناس كلهم فرحانين، وكنتمنوا ان شاء الله هذه الجمعه ما تكونش هي الاخيره، يكونوا جمعات اخرين، وهذا منوط بالناس، لان الناس حتى هما ناس اللي هما عندهم يد في انجاح الجمعات المقبله، بمعنى على ان الناس والمصلين الا داروا التدابير الاحترازيه واحترموا مسافه التباعد وداروا داكشي اللي عليهم، ان شاء الله هذاكشي كلشي غيكون بخير، وغادي نتقدموا ان شاء الله لقدام، وغننقذوا ان شاء الله هذا الوباء وغنتغلبوا عليه. اما الا كان العكس ديال هذا فهادشي ما كنترجاوش ان شاء الله، وكنتمنى ان شاء الله يكون جمعات اخرى ان شاء الله. وطبيعه الحال احنا ماشي توحشنا غير الناس، راه المنبر بحد ذاته راه كتوحشو، يعني ملي كيبان لك المنبر وبالدرجات ديالو وهذيك الهيبه ديال ذاك النهار الجمعه، والناس ملي كتخرج كيقول لك جمعه مباركه الى اخره، هذا راه بحد ذاته راه ماشي غير توحش، راه بحد ذاته راه ربح لنا الحمد لله. الصلاه في الدار يعني كيكون شويه ديال التكاسل، اول حاجه كيكون شويه ديال التكاسل، ثاني حاجه يعني الانسان ما كيبقاش عنده الخشوع، ماشي بحال المسجد يعني في الدار. والصلاه في الوقت، ومهم يعني شتان بين الثرى والثريا، هذا هو اللي اياه جا صلاه الجنازه، وتا الحباب تا هما ملي كتلاقى معاهم تا هما يعني كتجيك فرحه زايده على انك كتصلي في الدار، يعني كتصلي في الدار وتنوض ما عندك حتى شي حاجه، ماشي بحال هي كاينه هذا الشيء، يعني حتى الناس اللي ما كتصلي، الناس اللي كيصليو معاك ولا غاب شي واحد بحال مثلا جوج صلوات متابعه، يعني كتضطر على انك تسول فيه فينا هو، ياك ما كاين باس، واش لاباس عليه، واش مريض، هذا ماشي بحال ما كايناش الصلاه كاع. والحمد لله بعدا كاين، حنا كنحمد الله سبحانه وتعالى وكنشكروا الملك ديالنا الهمام، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى يشافيه وينصره، لان خلى هذه الجمعه هذه تفتح ان شاء الله وتقام، وكنطلبوا الله سبحانه وتعالى ما تكونش هذه هي الجمعه الاخيره، ان شاء الله يكونوا جمعات متتاليه، ونسال الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا الوباء وهذا البلاء اللي صراحه راه ضر ماشي غير المصلين، راه ضر المسلمين وضر حتى الفئات الاخرى من اي اجناس ومن اي اعراق.